الو، السلام عليكم خوتي. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بعافيه. سورتو على بالكم هذه وقيلات سي لا سيتيام ولا لا ويتيام فوا اللي راني نعاود في هذا لا فيديو. مي والله ما عجزت غير باش نفرحكم، باسكو سييت نفيلميها من قبل وحطيتها تبارطاجا، مي ما تبارطاجاتش مالوغوزمون. معليش، نستنى منكم دوكا خوتي لو بارطاج او ماكس باش تشجعوني نزيد نكمل لكم لو غاز دي تي بي قبل ليكزامان باذن الله. راح نديرو ريفيزيون هايله و فوزوغي دي تري بون نوت باذن الله في ليكزامان دو تي بي بيولوجي سيلولار. دونك بارطاجي او ماكس. معاكم اميره وراكم سور لا شين يوتيوب ليرن ويف اميره. دونك اول حاجه خاوتي لو تي بي 1 واش راح نهضروا فيه؟ راح نهضروا فيه على لو ميكروسكوب اوبتيك، المجهر الضوئي. راح نهضروا عليه على لي زوبسيرفاسيون اللي نقدروا نشوفوهم بالمجهر الضوئي، كيفاش نسميوهم ولي ديتاي تاعهم. راح نهضروا على كيفاش نحسبوا لو غروسيسمون وكيفاش نحسبوا لا تاي تاع لا سيلول غيال. وراح نهضروا تاني خاوتي على لا تكنيك اتيليزي بور هاد لو ميكروسكوب اللي هي لا تكنيك هيستولوجيك و لي زيتاب تاعها، لو بوت اي لو برانسيب تاعها. بسم الله. دونك اول حاجه، هذا سي ان شيما، سي ان بوتي شيما اللي عجبني اللي راه فيه لو ميكروسكوب اوبتيك. شوفوا معايا لو ميكروسكوب اوبتيك ما هي مكوناته. نبداو بسم الله. دونك اول حاجه عندكم لوكولير. اوكولير هو العين اللي نشوفوا منها. تري بيان، هذا هي علاش نسميوه مجهر ضوئي او مجهر اوبتيك. بون نسميوه بالفرنسي ميكروسكوب اوبتيك وميكروسكوب فوتونيك، يعني زوج اسماوات. علاش خاوتي؟ باسكو يمشي بالفوتونات، يمشي بالضوء. لا بروف سي كو هاوليك عنده منبع ضوئي، اكليراج. اوكي تري بيان. عندنا تاني خاوتي هادوما سي كي شغل لي لوب، هما اللي يزيدوا لو غروسيسمون باش تقدروا تشوفوا اليز، واسمهم لي زوبجيكتيف. تري بيان. عندنا هدية سي البورت اوبجيكتيف. عندنا لي بوتون اللي نريغليو بهم هاد لو ميكروسكوب، كاين زوج. كاين بوتون كبير نسميوه لو بوتون دو ريغلاج ماكروميتريك، وكاين بوتون صغير نسميوه لو بوتون دو ريغلاج ميكروميتريك. عندنا هاد البلاصه نسميوها البوتونس. عندنا هدايا سي لو تيوب اوبتيك. وعندنا المنطقة اللي نحطو فيها ليشونتيون تاعنا نسميوها لا بلاتين. وين فيكسيو ليشونتيون، يعني شغل الحدايد اللي فيكسيو ليشونتيون، نسميوهم الفالي. تري بيان. عندنا تاني هنايا ان اوتر بوتون اللي نقدروا نسقمو به الجودة تاع لا فوتو، نسميوه لو ديافراغم اي لو كوندونسر. دونك هذا سيتي ان شيما دو ميكروسكوب اوبتيك. واش نقدروا نشوفو بالميكروسكوب اوبتيك؟ ارواحوا معايا. الو شوفوا معايا لي كا، هادو هما سي دي زيشونتيون، معناها عباره عن انسجه وعن خلايا جبناهم من دي زورغان، من اعضاء، ورانا نشوفوا فيهم بالميكروسكوب اوبتيك. ما يهمني علاش راني نقول بلي راني نشوف بهم بالميكروسكوب اوبتيك، ولا راني نشوف فيهم بالميكروسكوب اوبتيك وما قلتش راني نشوف فيهم بالمجهر الالكتروني. ولا سي تو سامبلومون لي كولور. اول حاجه اللي تميز لي زوبسيرفاسيون اللي يكونوا بالمجهر الضوئي سي الالوان. سما غير تشوفوا الالوان تقولوا لوبسيرفاسيون الي فيت او ميكروسكوب اوبتيك. تري بيان، هذه حاجه. حاجه واحده اخرى سي واش نسميوهم هادوما لي فوتو اللي راكو تشوفوا فيهم. كاين تسميه خاصه لكل صوره نشوفها بالمجهر الضوئي. جو بريسيس، كل صورة نشوفها بالمجهر الضوئي ميكروسكوب اوبتيك. واش نسميوهم خاوتي؟ نسميوهم دي فوتوغرافي. دونك هادو شنو؟ سي لوبسيرفاسيون دي فوتوغرافي. نزيد لكم حاجة، دائما المجهر الضوئي ما يمدليش بزاف لي ديتاي، يعني بون سي ان بو فلو، دوك لي فوتو اللي جايين يكونوا خير. بون دائما المجهر الضوئي ما يمدليش لي ديتاي. شوفوا مثلا مجموعه خلايا بالانويه تاعها راهي تبان، مي ما راهيش تبان لي ديتاي والعضيات تيتو. دونك ما رانيش نشوف تحت البنيه. وبالتالي واش نقول؟ نقول باللي المجهر الضوئي يسمح لي نشوف البنيه فقط، يعني لوبسيرفاسيون دو لا ستركتور. دونك كي يقولوا لكم كاسكو فو بوفي اوبسيرفي
اون اتيليزون لو ميكروسكوب اوبتيك، واش تقدروا تشوفوا كي تستعملوا المجهر الضوئي؟ راح تقولوا لهم لا ستركتور، البنيه. بالك تقولوا لهم تحت البنيه لولترا ستركتور، سي فو. اوكي تري بيان. دونك اوبسيرفاسيون دون فوتوغرافي كي مي اون ايفيدونس كوا لا ستركتور. واش من ميكروسكوب؟ بون سي لا فيو او ميكروسكوب اوبتيك ولا فوتونيك كيما حبيتو. حاجه واحده اخرى خاوتي، سا ديبون لو غروسيسمون. كيما هادي، هادي سي او فور غروسيسمون، راه شويه كاين تكبير بزاف، بينما هادوما سي او فابل غروسيسمون. اوكي هادوما سي او فابل غروسيسمون. دونك نتوما تاني تمونسيوني زعما اسكو راكو تشوفو او فور غروسيسمون ولا او فابل غروسيسمون، واش من لا تكنيك اللي نوتيليزيوها باش نتحصلوا على هاد لي زيشونتيون اللي نقدروا نشوفوهم بالمجهر الضوئي. سي تو سامبلومون لا تكنيك ايستولوجيك. شوفوا معايا الملخص اللي وجدته لكم. دونك شوفوا معايا خاوتي، تبعوا معايا. عندنا اول حاجه نسميوه ميكروسكوب اوبتيك ولا نسميوه ميكروسكوب فوتوني، صح؟ لوبسيرفاسيون واش نسميوها؟ سي لوبسيرفاسيون دون فوتوغرافي. تري بيان. واش تخلينا نشوفو؟ لا ستركتور، البنيه، ما تعطيناش لي ديتاي، با دو ديتاي. واش من لا تكنيك الوحيده؟ كاين تكنيك واحده برك اشفوا عليها، لا تكنيك اتوليزي نسميوها هيستولوجيك. فات اتونسيون، فات اتونسيون، فات اتونسيون، كاينه اون تكنيك واسمها لا تكنيك سيتولوجيك، سيتو لوجيك. كاين اللي خلطوا بينها وبين الهيستولوجيك. بالك وخوتي الميكروسكوب اوبتيك نستعمل لا تكنيك هيستولوجيك، لا تكنيك سيتولوجيك هذيك نسميها تاني في لا تكنيك دي كوب مانس، ونستعملها ماشي هنايا، راح نهضر لكم عليها في الدوزيام فيديو، نستعملها في الميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. دونك لا تكنيك اتوليزي او ميكروسكوب اوبتيك سي لا تكنيك هيستولوجيك. واش نقول لهم كي راني نشوف؟ بون جمله ستاندر حفظوها، اوكي يعطوا لكم دي شيما ولا اون في سي با دي شيما، مي راح يعطوكم تصاور يقول لكم بالك سميوهم. دونك لوبسيرفاسيون دون فوتوغرافي تري بيان qui met en évidence, la structure de, ça dépend de la couche, au fort ou au faible grossissement, en utilisant la technique histologique, vu au microscope photonique. Très bien, vous aurez la note complète. Donc, nous allons parler de la technique l'aide le microscope. باش نتحصل على هادو ما خاوتي، يعني هادو ما لي فوتوغرافي، لازم لي تقنيه خاصه. يعني مور ما ندير الاستئصال ولا نجيب هاد لا بارتي اللي راح ندرس عليها، لازم نجوزها في محاليل، ندير لها مواد كيميائيه معينه باش نحافظ على هذاك النسيج ولا هذوك الخلايا، وباش نقدر نشوفهم في افضل حال. شوفوا معايا لي زيتاب كيف كيف وجدتهم لكم في لو ريزومي. لا تكنيك هيستولوجيك خاوتي هي عبارة عن 8 مراحل، نسي نحكيهم لكم شغل حكاية باش تفهموهم ومن بعد ركزوا معايا. المرحلة الأولى اسمها البريلافمون، الاستئصال، ولا يعني نجيبو هذاك النسيج ولا الخلايا اللي راح نقراو عليهم. بون إلي إيفيكتوي سوغ أن أورغان، جينيرالمون نجيبوهم من عضو تاع إنسان ولا حيوان ولا نبتة مهما كان. إل دوا سو فيغ ديليكاتمون، لازم نحيه بشوية يعني بصعوبة باش ما نخسروش. فوالا il doit être émergé dans un grand volume de liquide fixateur، وغير نحيه نحطو في محلول مثبت، الليكيد فيكساتور، في شغل باش ما يخسرش وباش ما يعني ما يطرقلوش اي حاجه، باش نحافظ عليه، صح؟ هذه المرحله الاولى. المرحله الدوزيام سي لا فيكساسيون، التثبيت. وزالين دي غاميرا هذا وين حطيناه في ليكيد فيكساتور؟ نزيدو نثبتوه مره واحده اخرى؟ وي، نجبدوه من هذاك لو ليكيد فيكساتور. شوفوا واش راح ندير. اول حاجه علاش راح نديرو لا فيكساسيون؟ سي بور لا كونسيرفاسيون اي لو دورسيسمون، باش اول حاجه كونسيرفيوه يعني نحافظو عليه، وتاني حاجه بور لو دورسير يعني باش يرجع اكثر صلابه. اوكي ما يرجعش يعني رهيف ويتخسر في دقيقه. تري بيان. لي ليكيد ايتوليزي بور لا فيكساسيون، عندكم الفورمول رقم واحد، وعندكم محلول ليكيد نسميوه البوين اللي هو عبارة عن فورمول زائد أسيد بيكريك.
نستعملوا واحد فيهم باش نديروا لا فيكساسيون، مي لازم الفوليوم تاعهم يكون كبير. دايوغ لازم يكون ايغال ا 5 فوا لو فوليوم دو بريلافمون. معناها شتو هذيك الحاجه اللي استأصلتها، لازم الحجم تاع الفيكساتور هدايا الفورمول اللي نحطها فيه مثلا يكون كبير عليها 5 مرات، يعني لازم تكون آلس فيه وتكون تعوم فيه بسهولة. فوالا صح، دوك نحوها من الفيكساتور، واش نديرو لها؟ نديرو لها ديزيدغاتاسيون، التنشيف، سي اليميني لو تو سامبلومون. كيفاش ندير خاوتي؟ سي تو سامبلومون نستعمل الكول، سي باغ ان باساج دو بريلافمون، نجوز هذاك لو بريلافمون دون دي بان دالكول، نجوزهم في محاليل فيهم الكول. بصح خاوتي افيك ان اوردر كرواسون، يعني كي شغل زعما نجوزهم في الكول، زعما في انبوب الاول اللي الكول ما يكونش التركيز تاعو بزاف، ومن بعد نزيد نجوزهم في انبوب واحد اخر يكون الكول شويه اكثر، ومن بعد في انبوب واحد اخر يكون الكول اكثر من الاول ومن الثاني. يعني شغل نجوزهم في عده انابيب فيهم الكول، مي كل خطره راني نزيد في التركيز حتى وين ينشف هاد لو بريلاف. سما خاوتي ما نحطهمش خطره واحده، نقعد نرفدهم من انبوب لانبوب، وكل خطره راني نزيد التركيز تاع الكول باش تزيد الفعاليه. وغير خلاص نشوف بلي سي بون جوزتهم في عده انابيب، انابيب تاع الكول، وكل خطره كان يزيد لا كونسونطراسيون، يعني كان يزيد التركيز. واش ندير لهم اخر حاجه؟ نجوزهم دون ان بان ولا دون دي بان، يعني في محاليل فيهم ماده واسمها الكزيلان، شو عليها كزيلان ولا كاين واحده اخرى نسميوها لا تولوان. دونك ديزيدغاتاسيون، نجوزهم في عده محاليل تاع الكول، وكل خطره نزيد الكول نزيد التركيز تاعو، ومن بعد نجوزهم في دي بان محاليل فيهم الكزيل، هذه هي ولا تولوان هي ماده ابار الكزيل. مور لا ديزيدغاتاسيون خاوتي عندنا لانكلوزيون. انكلوزيون ما تخلعكمش الكلمه، سي التصليب، معناها نرجع هذاك ليشونتيون يابس. علاش نرجعو يابس؟ سي تو سامبلومون باش كي راح ندير فيه تقطيع، يعني باسكو راح نقطعو ما نقدرش نشوفو هكذاك ديريكتومون بالميكروسكوب، باش كي نقطعو يكون يابس ويسهل لي عملية التقطيع. دونك لانكلوزيون هي التصليب، سي دورسيغ ليشونتيون باغ دو لا بارافين. وش نستعمل باش نرجعو دور باش نرجعو صلب؟ راح نستعمل لا بارافين وهي الشمع. اوكي، علاش؟ سي بور فاسيليتي لا رياليزاسيون دي كو. انا قلت لكم كملنا من الاربع مراحل الاولى اللي شويه صعاب، دوكا خلاص ساهل. مور التصليب ندير لا كوب. لا كوب خاوتي سي لو باساج دو بلوك دو بارافين بار ان ميكروتون. نجيب هذاك لي شونتيون اللي كان اللي راهو صلب بفضل لا بارافين، يعني شغل ولا بلوكا ولا شغل الحاجه يابسه، ونقطعو خاوتي بار ان ميكروتون. هنا سي تري امبورطون، الموس اللي نستعملوه باش نقطعو اسمه ميكروتون. اوكي سي بيان، دونك لا كوب اي رياليزي بار ان ميكروتون، اي اون فا رياليزي دي ترونش، نديرو مقاطع السمك تاعهم يكون صغير، لازم من 2 الى 5 ميكرومتر، صغار باش نقدر نشوفهم بالميكروسكوب. تري بيان سي بون، رجع صلب وقطعتو، دوكا ما عندي ما ندير به هو صلب، نحب نرجعو لحالته الاولانيه، نحيلو لا باغافي. دونك كاسكو جو في فير؟ ندير ان ديباغافيناج، سي اليميني لا باغافي. هذه تاني تسهل خاوتي، تكون في مرحلتين. اول حاجه اون فا لو بلاسي سور اون بلاك شوفونت، معناها نحطو شغل منبع دافئ، نحطو في بلاصه تكون فيها الحراره، كي شغل باش ندوب الشمع. اون فوا يبدا يدوب خاوتي، اون فا ايتيليزي ان ليكيد بور اليميني لا باغافي اللي هو الكزيلان، من بعد ندخلو داخل لو كزيلان. هذا معنى ومن بعد اخوتي ندير لا ريدغاتاسيون، اعاده تمييه، يعني نعاود نرجعو شويه مايه. كيفاش؟ سي لو فير باسي دون دي بال دون دي بان دالكول، نجوزو في محاليل تاع الكول مي دي كرواسون. دي كرواسون معناها شغل العكس تاع الاول، الاول كنا كل خطره نزيدو التركيز، كل ما نجوزو في محلول تاع الكول نزيدو له التركيز، هنا نو نجوزو في عده انابيب تاع الكول مي كل خطره يكون ينقص التركيز. اوكي، يعني العكس تاع الاول. اون فوا نكمل الانابيب هادوك نجوزهم كاع عليهم، ويكون كل خطره ينقص التركيز تاع الكحول،
ندوزو في لو ديستيلي في الماء المقطر. دوكا لي شونتيون تاعنا راه 80% جاهز، يخصني غير ندير له لا كولوراسيون. لا كولوراسيون هنا سي اكري سي بور اكونتينيي لي كونتراست، يعني باش نرجعو حامق شويه فونسي شويه باش نقدر نشوفو، باسكو كي يكون كلار ما نقدرش نشوفو. اي بيان سور سي بور ديفيرونسي لي تيسو، وباش كل نسيج نلونو بلون وندير الاختلاف بينه. فوالا ابخي خاوتي سي بون، فوتر ايشانتيون اي بري، فو دوفي لو مونتي. اخر مرحله سي لو مونتاج اي لوبسيرفاسيون او ميكروسكوب اوبتيك. تري بيان، جيسبر كو سي كلير. دوكا خاوتي لو كان يقول لكم كالكولي لا تاي ريال دو لا سيلول، معناها يعطوا لكم دو لا سيلول ولا دو تيسو، يعطوكم نسيج في تصويره، يعطوكم اون فوتو تصويره تاع ساي فوتوغرافي، معناها تصويره ملتقطه بالمجهر، ويقولوا لكم خاوتي احسبوا لا تاي الحقيقيه تاع هذه الخليه في الحقيقه. وي ساغي لي بوزيو دي كيسيون هكذا. بون عندكم زوج طرق اللي تحسبوا بهم على حسب المعطيات اللي يمدوهم لكم. اولهم خاوتي لازم تعرفوا بلي لي سيلول كامل ولا الانسجه كيفاش لا طاي تاعهم انا وحده تكون بها، تكون بالميكرومتر. اوكي، الوحده المستعمله لقياس لي سيلول ولا الانسجه سي الميكرومتر، وحنا كي يعطونا ورقه راح يعطوها لنا بالسنتيمتر لوجيكمون. دونك يفو سافوار خاوتي كو ان سنتيمتر، اتوندي دقيقه، يكون 1 سنتيمتر لازم تعرفوا بلي تساوي 10000 ميكرومتر. هذه احسن معلومه مهمه بدا ابتدائيه، وباللي خاوتي 1 مليمتر يساوي 1000 ميكرومتر. اوكي، 1 مليمتر يساوي 1000 ميكرومتر. تري بيان، هذه حاجه. دوكا خاوتي لا بروميير بوسيبيليتي بي سي لا بوسيبيليتي، كيفاش تكون؟ يعطوني اون فوتو وفيها خلية ويقولوا لي حسبي لا طاي ريال دو لا سيلول. صح، دوكا كيفاش نحسب؟ اول حاجة راح نحكم هذيك لا سيلول ونحط عليها مسطرة. بون علما انه يكونوا عطاو لكم معطيات هنايا، مثلا في هذا المثال اللي خديته لكم خاوتي كانت مكتوبة زعما في لافوتو، انا كتبت لكم 1 سنتيمتر تساوي 10 ميكرومتر، هكذا يقولوا لكم. اوكي، يعني 1 سنتيمتر من هذه الخلية ولا 1 سنتيمتر من هذه الخلية كي تقيسوها بالمسطرة في الواقع يساوي 10 ميكرومتر من لاطي تاع. سي بيزار بالك مي سي فاسيل، هذه معطيات هما داروا لها الحساب تاعها. يعني حسبوا بلي كل واحد فوز علي مدير بصح أميرة يا أخي 1 سنتيمتر يساوي 10000 ميكرومتر، كيفاش هذه؟ نو سا نا غيان افوار. هنا هما معطيات حسبوهم هما بروحهم، تسمى ما ندخلوهمش في الاولين. هنا هما يقولوا لي 1 سنتيمتر في المعطيات نورمال، بلي كل 1 سنتيمتر نحسبوه بالمسطره عندهم هما يساوي 10 ميكرومتر كي قاسوه. صح، تسمى ما عندش علاقه مع هذا لو تابلو. اوكي، هذا التابلو سي عموما. صح، واش ندير خاوتي؟ نحكم مسطره نحسب لا طاي كومبلي شحال خرجت لي، ولا نحسب لا لونغور يعني الطول كامل تاع لا سيري. مثلا لقيتها 7 سنتيمتر بالمسطره، واش ندير؟ نكتب واش عطاولي. هما قالوا لي عندهم 1 سنتيمتر في هذه الحاله يساوي 10 ميكرومتر، ياك انا شحال لقيتها؟ لقيتها 7 سنتيمتر كي حسبتها، مو نحسبها هي فقط، ما نحسبش كاع لو كاط، نحسبها هي فقط 7 سنتيمتر. دونك 7 سنتيمتر شحال تقابلها من الميكرومتر بالنسبه ليهم هما على حساب حساباتهم؟ سي تو سامبلومون 7 في 10 قسمة 1، العملية الثلاثية. دونك 7 في 10 سي 70، قسمة 1 سي توجور 70. دونك 7 سنتيمتر في هذه الحالة راح تكون تساوي 70 ميكرومتر من لاطاي على سيلول حسب المعطيات اللي مدوهم. جيسبر كو سي كلير، جيسبر سورتو ما تميلونجيوش برك هذا لو تابلو مع واش راه حكيت لكم هنا. سي هنا على حسب المعطيات، لو كان قالوا لي 1 سنتيمتر يساوي 1000 ميكرومتر كيما هما حسبوا نكتب لهم 1000 ميكرومتر نورمال، مي هنا على حساب المعطيات تاعهم. سي سا سو كو جو فو دير. بون الحاله الدوزيام خاوتي سي لو كان يمدوا لي لو غروسيسمون، مثلا شحال راهم دايرين التكبير. مثلا انا جي بري ليكزومبل تاع عطاوني تكبير تاع 400،
ويقولوا لي حسبي لا طاي ريال تاع لا سيلول. كيفاش نحسب خوتي؟ عندي قانون، لو فوليوم ميزوري سور لو غروسيسمون، يعني الحجم اللي قستو تاع الخلية نقسمو على على لو غروسيسمون، على التكبير اللي استعملوه بالمجهر. مي برك كاينه عمليه تحويل في هذه الحاله، اوكي؟ هذه التجربه مخالفه على وش شفنا الاول. دونك انا مثلا قست لقيت 7.5، مثال بون، تسمى 7.5 على التكبير على 400، باسكو لو فوليوم ميزوري سي 7.5 اي لو غروسيسمون سي 400. هنا لا لا، ما نديرش 7.5 ديريكتومون، 7.5 نحولها للميكرومتر على حساب القانون اللي نعرفه انا، ومن بعد نقسمها على الغروسيسمون. معناها نديرها في هذا لو تابلو سافا اتر هكذا. باسكو يا اخي 7.5 سنتيمتر يا اخي، دونك اون روبرون خاوتي. قلت لكم واش نديرو، اول حاجه نحول، انا عندي 7.5 هذه راهي بالسنتيمتر، قستها بالمسطره، دونك نكتبها في الجدول سي 7 سنتيمتر فاصل 5، ونحولها للميكرومتر سافيت خاوتي 75000، ياك هكذايا. ابخي خاوتي واش ندير، 75000 نقسمها على الغروسيسمون. دوكا مور ما درت لا كونفيرسيون، يعني مور ما حولت، نقدر نقسم نورمال، نطبق لا لوا سي على 400، باسكو هما مدوا لي 400، وتساوي 18.75 ميكرو متر في هذا الحال. فوالا، هادو هما الحالتين اللي يمدوهم لنا باش نحسبوا لو غروسيسمون. الاولى ما يمدولكش باش نحسبوا لا تاي دو لا سيلول، لا تاي ريال دو لا سيلول باردون. الاولى ما يمدولكش لو غروسيسمون، يمدولكم قياسات على حسابهم، والثانيه يمدوا لك لو غروسيسمون. في الحالتين راني وريت لكم كيفاش. دوكا اخر عفسه نختموا بها لو تي بي، سي لو بوت اي لو برينسيپ دو لا تكنيك هيستولوجيك. فوالا خوتي، هذه تحفظوها، هذه اخر عفسه راح نكملوا بها لا فيديو. لو بوت اي لو بوت اي لو برينسيپ تاع لا تكنيك هيستولوجيك. واش معناها لو بوت؟ سي الهدف. علاش راح نستعمل هذه التقنيه؟ C'est une technique destinée principalement à l'observation des tissus au microscope photonique. يعني هي تقنية مستعملة باش نشوف الأنسجة بالمجهر الضوئي. Elle permet également de donner une vue d'ensemble sur les cellules. وراح تخليني نشوف une vue d'ensemble، يعني شغل جماعة تاع الخلايا، يعني نظرة عامة. Voilà. Le principe c'est مبدأ العمل. كيفاش نخدم بهذه التقنية؟ Il repose sur l'obtention des coupes suffisamment minces, يعني لازم تحصل على مقاطع رقاق نوعا ما، pour être traversées par un faisceau de photons، باش يقدر يجوز عليهم الضوء وتقدر تتصور لي ليماج، ولا تقدر تخرج ليماج، et suffisamment contrastées pour obtenir une image au microscope photonique. ولازم تاني بخاوتي ما يكونوش بزاف كلار هادوك لي هاد بون لي كوب، الا كانوا فوق اللازم رقاق يعني بزاف راح ما نقدرش نشوفهم. علاش؟ باسكو يخرجوا شغل كلاغ بزاف، ما يبانوش بالمجهر، اوكي؟ دونك لازم يكونوا سوفيزامون كونتراستي، يعني يكونوا شويه فونسي. يعني خاوتي راهم قال لك اوبتونسيون دي كوب سوفيزامون ماس، ماشي رقاق بزاف وماشي خشن بزاف، يعني متوسطين، باش يكونوا دو ان يقدروا يشوفوهم بالمجهر الضوئي، دو دو يكونوا فونسي وماشي كلار وتتوضح لي ليماج. فوالا، هكا نكون كملت لكم لا بروميير فيديو على لو بروميير تي بي. راني نستنى في لي ميساج تاعكم في لي كومونتير افيك امباسيونس، باش جو ديمار ندير لكم لا دوزيام فيديو. ربي يوفقكم والسلام عليكم.